أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص الحكومة الموقر على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال ترأس معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال الاجتماع الاعتيادي للمجلس بحضور عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين الذين استمعوا إلى إيجاز عن سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع الصحية الاستراتيجية والتي تعكف على تنفيذها مؤسسات القطاع الصحي في المملكة، إضافة إلى عرض تفصيلي قدمته سعادة وزيرة الصحة تناول أبرز مستجدات المشاريع والمبادرات ذات الأولوية في القطاع الصحي.